على 5 وتساوي شقد الناتج جمع موجوداتكم اللي هي 40 تقسيم 5 يطلع 8. راح يصير جي 40 على 5 فيصير جي 8، هذه قيمة الاي 2. زين، أنا عندي علاقة تقول اي 3 تساوي اي 2 زائد 3، راح أجي أعوض هنا عبارة عن جي 8، فراح تكون جي الاي 3 عبارة عن 3 زائد جي 8، تمام؟ زين، هذا التيار الثالث إذا أنا إجيت لهنا قارنت بيا معادلة، قارنت هنا، عفوا. إذا إجت هنا قارنت بهاي الدائرة، التيار اللي أنا دا أوجده هسه هو عبارة عن شنو؟ إذا إجت قارنت بهذا الشكل، التيار اللي دا أوجده هنا التيار الثالث هو عبارة عن آي نورتن، عكس اتجاه آي نورتن، وآي نورتن هو عكس اتجاه الآي 3، أنا طلعت الآي 3، إذا أعكس اتجاه تطلع لي قيمة الآي نورتن اللي هو على هاي الطرفين أي و بي. لذلك أجي أقدر أحول هاي الدائرة بالترتيب الجديد، أطلع النورتن إكوفلنت سيركت، أول شي نقول الآي نورتن هو الآي 3، عفوا مو عكس اتجاه، آسفة هنا، طب هنا الآي 3 هذا اتجاه اللي هو نفس اتجاه الآي نورتن، نفس اتجاه الآي نورتن، آي نورتن يساوي لي